شاف وعدت وطبقت، اعطتني ساندوتش جبنه كتير طيبه مع الحلوم المشوي. انما هلا رح نتابع محطه كمان مع جون، بس قبل بدي اقرا بعض التعليقات من المشاهدين. ريتا عم بتقول ما عملت شيء، نجاح عم بتقول عملت انفلونزا بدايه العام كانت مع مرض. سلامه قلبك يا نجاح، ان شاء الله يا رب تكفي السنه بشكل احسن. وكمان ليا عم بتقول كانت سهره عند اهلي، كثير من الاشخاص هيئتهم سهروا بالبيت وهيدي احلى سهره للصراحه، والباقيين كلهم عم بيعايدونا مثل اي نهار بالبيت. كمان عم بتقول سوزان، علاء عم بيصبحنا بالخير، معمر عم بيقول ولا شيء غير الجلوس بكافيه واحتساء القهوه، ناني عم بتقول بالبيت، وكمان مشاهدين كثير اكيد عم بيعايدونا، ومعظم الاشياء هيئتكم عم تعملوا انه كانت سهراتكم بالبيت. سلام عم بتقول كانت سهره مع العائله وان شاء الله بتكون حلوه للجميع، واكيد ان شاء الله بينعاد على الجميع. رشيد عم بيقول كنت تعبان وكنت يومين بلا نوم، بقى راس السنه كان نهار كثير عادي. رح ننتقل لعند جون مع ضيفه المهضوم بجيل توب. ثانك يو غيدا، واكيد يعني طبقت الشيف واكلت اكيد البريوش كلها انت، كل البريك كنت عم تاكلي. اكيد عند اليوم ضيف مميز، اكيد بغني عمره 10 سنين، رح يصير 11 سنه. كارل كيفك؟ تعرفنا اكثر عن حالك. كارل وعمرك 10 سنين، رح يصير 11 ب 7 ابريل. بتغني؟ قد ايه صار لك عم بتغني؟ صار عم بغني سنتين. سنتين، وكيف بلشت الغنى معك؟ اول شيء كنت حب غني بس ما كنت كثير، لانه يعني اول ما سمعت صوت اوبرا صرت عم جرب اعمل، فهلا نجحت وقدرت. قدرت تعمل صوت الاوبرا؟ لا. وفي حدا بيعلمك؟ في حدا بيتابعك؟ نعم، مسيو جابرييل كنت روح هيديك السنه بس هلا بطلت. السنه الجايه رح اعمل فوكاليز بالمدرسة؟ لا بمونو، هونيك بعمل انا باتري اول سنة. وبالمدرسة كمان بتعمل شان اما لا؟ بالمدرسة عنا بريود شان وبغني. واي مدرسة؟ انتونين سيستر سكول جمهور. وبتحب المدرسة؟ شو بتحب تعمل بعدين؟ بتحب تعمل شيء بالغنى خاصة بالغنى؟ بحب كون فيترينير ودكتور سيانتيفيك، بحب كون. بتحب شيء بال سينجر؟ سينجر كمان بحب. بدك تلحق الهولة يعني. طيب وشو بدك تسمعنا اليوم؟ Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, rien. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa ليه حبيت الاوبرا؟ انه الصوت بحب، صرت اسمع اندريا بوتشيلي. وبالبيت بيشجعوك اهلك؟ شجعوك بالبيت بطوشون لمامي وبابا وبيشجعوك بدهم يقول لك انه يلا غني يلا؟
وبهن شجعوك تروح تتعلم كمان، حطوك بالمدرسة يعني؟ أنا أول شيء سألتهم وقبلوا، فبلشت واستكشفت إنه بعمل أوبرا وهيك. وبتحب تكمل بالأوبرا مش بشي تاني يعني، تركز أكثر على الأوبرا أو بدك تغير؟ بحب كمان بوب، أكثر شيء بحبه لمايكل جاكسون. مايكل جاكسون بتحبه أكثر شيء. مين بتحب كمان غير مايكل جاكسون هلا؟ شي ارتست جديد بتسمع له؟ مايكل جاكسون وفي ستيفي وندر. ستيفي وندر بتسمع له؟ اوف بس اغاني يعني ارتست قديم، مش عم نحكي عن ارتست جديد يعني. ميكا، شكلك مثل ميكا شوي على اصغر بتجي. بتسمع لميكا؟ جاستن بيبر؟ نو ما بحبه. اوكي اتفقت معه يعني. غيدة بس عم تاكل هلا. طيب وعامل شي مرة كونسرت مع حدا؟ عامل كونسرت مع مسيو جابرييل باليو اس جي، كونسرت مع مسيو جابرييل كمان بصيدا، وكونسرت مع مسيو جابرييل بيونسكو بالاس. وما بتستحي وقتها تكون عم بتغني؟ اول مرة استحيت بس تعودت. واذا شي مرة غلطت انت وعم بتغني؟ صارت معي مرة. شو عملت؟ ماشي كملت. بتكمل عادي؟ نعم. تضايق بعدين اما انه خلص صارت؟ لا بزعل شوي وبرجع. وبتحب تشتغلي عليها تركز عليها يعني كثير لتصير سينجر مثل ما قلت لي؟ اما ايه بدك تصير سينجر يعني. وبتحب تكتب اغاني لإلك؟ بتحب؟ لا. ولمين بتغني يعني؟ هلا سمعنا غنية العيد يعني، فينا نقول بتغني لمين كمان؟ بغني كثير مايكل جاكسون وبحبهم، بنزل كثير منهم على تليفوني، وفي عندي يوني فيل كولينز. مايكل جاكسون بتعرف تعمل صوته منيح؟ فينا نسمع شقفة صغيرة أما لا؟ صوته حاضر أما لا؟ صوته مش حاضر. كمان لاحظت يعني ما بعرف بس عن جد يعني اخذها بروفيشنال يعني، يور بروفيشنال فيها يعني. كنا وقتها عم ناكل ما أكلت معنا لصوتك. صح يعني. بتتضايق أوقات إنه في قصص ما فيك تعملها دائما بدك؟ ايه. ليه بتتضايق؟ اوقات يعني بتضايق، بكون طالع على بالي مثلا اكل شي حار بس ما بحب. ممنوع تاكل؟ صوتي ممنوع تاكل شو؟ حار، كل شي حار. وقتها بدي غني حامض اوقات ما بيسوى للزلايم. اوكي يعني قبل ما تغني او دائما ممنوع تاكل حار؟ لا في اكل شوي بس مش كثير. كيف ما كنت عارف، بركي انا مش هيك صوتي مش هالقد. والتحضيرات يعني مين دائما بضلوا متابعك بالبيت يعني، بضلوا واقف حدك ما تاكل انتبه لانه بعدك انه؟ لا انا بنتبه. انت بتنتبه على حالك اكثر يعني؟ ما في حدا بيقول لك؟ اوقات ما بتذكرني. امك بتذكرك اوقات؟ اوقات. وبالمدرسه يعني بتجرب ما تعيط؟ بتجرب يعني في مين قال لك بس عن هول القصص؟ مين قال لك انه ما لازم تاكل حار ما لازم تعيط؟ مسيو جابرييل كمان علمك هول القصص. وبتتمرن قد ايه بالنهار؟ بغني كثير يعني بالنهار بكون عم بتمرن. ما في عندك اكزرسيسات تعملهم لصوتك بيعطيك؟ بلا فوكاليم، فوكاليزم. فوكاليز اوقات بعملهم. بيعطيك اياهم فوكاليز؟ ستاكاتو ولوكاتو انا بعملهم لوحدي. انت بتعملهم لحالك ما حدا بيعطيك اكزرسيسات تعملهم؟ اف شغله صعبه يعني بس بتحبها وبدك توصل فيها يعني شي نهار. كارل طلب مني انه ما احكي كثير. بس كارل ميرسي يعني عن جد انبسطنا معك. في عندنا كليب صغير نحن رح نحضره هلا عنك، رح نشوف مع المشاهدين نحضره. كارل شو كنا عم نحضر هلا؟ انا باليو اس جي معه لمسيو. باليو اس جي مع مين كان حدك؟ مسيو جابرييل. مسيو جابرييل. وانت في ناس عم بيغنوا ورا، انت طلعك لحالك غنيت معه؟ نعم سولو.
سولو، كنت اول مره بتغني سولو ام لا؟ لا عامل ثلاث مرات سولو. ثلاث مرات سولو قبل مثل ما قلت لي عنهم. نعم. يعني كارل متوقع نشوفك بعد عم بتغني اغاني اكثر. بتحب تكتب الاغاني تبعك؟ نو. ما لا مره كاتب اغاني لك وبتحب تغني؟ ما جربت. وبتلعب قلت لي درامز صح؟ نعم. بدك تلعب غير انسترومنت؟ بدك تتعلم شيء ثاني؟ بحب الكتريك جيتار. الكتريك جيتار بس بفضل الدرام. بتفضل الدرامز بس ما خصهم درامز بالصوت تبعك، بتحس انه اثنين ما خصهم بعض. بس عن جد كارل ثانك يو، انبسطنا معك وخلينا نحضرك بشي كونسرت قريبا. وغيدا حلقة لليوم. شكرا جان، واكيد نحن كنا سعدة كثير بكارل اللي عم يغني مهضومه بشكل كثير كثير صحيح فعلا، وهذا ببشر بمستقبل كبير له. رح ننتقل هلا لمحطه سينمائيه كمان، انما الافلام اللي موجوده حاليا بالصالات بالسينما. I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. ضمن أفلام الأسبوع فيلم البيوغرافي الدرامي The Big Short عن أربع أشخاص بيدخلوا عالم وول ستريت وعالم الأموال والقروض وبيتنبؤوا بالسقوط اللي صار بمنتصف الألفين مع رايان جوزلينج وكريستيان باي. If you're wrong, you can lose it all. The banks and defraud of the American people. Now we can kick him in the teeth. Okay, here we go. Hey, it's your dad. Sir, I want to be a part of this. Your goal is to get your father back. My goal. Thriller Extraction. عن عميل سابق بالسي اي اي بيتم خطفه من مجموعه من الارهابيين، ولما ابنه بيعرف انه ما في خطه لانقاذ والده هو بيقرر يعمل خطه لحاله مع بروس ويلز وكالين لوتس. Was that so hard? أكيد بعد لحظات رح تكون معنا الشيف بمحطة طويلة اليوم بعالم الصباح، إنما رح نتوقف هلا للحظات ومن بعدها بنكفي، خليكن معنا.